كما تعلمون لقد قررت الحكومة مؤخرا استراتيجية إجراء الفحص لكل الواقعين تحت الحجز الصحي قبل تسريحهم، وذلك بغية التأكد من تمام خلوهم من أي إصابة بفيروس كورونا. وهكذا تم تسجيل حالة جديدة تأكدت ليلة البارحة إثر إجراء الفحوصات لمجموعات من المحجوزين. يتعلق الأمر بمواطنة تبلغ من العمر 24 سنة عائدة من فرنسا يوم 16 مارس الأخير، وهي الآن في حالة صحية جيدة ولا تشكو من أي أعراض لهذا المرض أو لأي مرض آخر، إلا أنها وضعت في مقر الحجز الصحي وذلك لعزلها ومراقبة حالتها الصحية والتكفل بها إن إذا كان الأمر ضروريا. وبهذا يصل عدد الحالات المسجلة في بلادنا إلى 6 حالات، من بينها حالتا شفاء تام وحالة وفاة، وفي الوقت الراهن هنالك 4 أشخاص هم في الحجز الصحي هنا في نواكشوط وفي كيهيدي.